مندمج في المجتمع وباغي نديرو لي والله يصاوب في هاد الناس اللي عندهم المكازات وهذوك مهربين من الضرائب. ايوا هادشي ما خاصني نهضر فيه، خاصني يهضروا فيه هذوك النقابات وكنهضر على راسي و... ايوا والله يصاوب. تبيع في الشارع القهوه. انا بغيت ندور ونطور المشروع ديالي وميكوا عليا. يلاه انا يلاه بديت كاين الدوزان. شنو كان في الدوزان؟ القهوه، القهوه الدوليه. ومشيت بغيت نرجع، راه حكيت هذاك الشيء كي بغيت نرجعها، قالوا لي واش كتخلص الضريبه، واش انا غنخلص الضريبه عندي هذاك اباء متجول ما مشى يشوفوا نطور القهوه. بغيت السلطات يميكوا علينا شويه، خليون الناس تدري واش تا هي عايش. كيفاش القهوه؟ كانوا داو لي واحد الدوزان من قبل، كاين شويه ها كاين كنشكرهم. ما عندي يعني معهم، ما عندي معهم حتى حاجه، ما يعني عطوك المستحق صافي. اوكي واخا الله يجازيهم اليوم بالخير. اش الله يخلف عليكم، الله يشك... شكرا. باش ما تكونش باش ما نكونوش حتى حنا يعني شافوك في المباشر واتصلوا بك وعطاك الشهر يعني شكر مباشر. مو قال لهم شي غتشوهونا وكذا. يعني انت ما تتسالهمش؟ لا دابا ما بقيتش يعني نسالهم. الناس الله يخلف عليهم. الله يخلف يعني قول لهم شكرا. هي المتطلبات ديالك دابا اللي بغيتي انت ديرها دابا؟ متطلبات المتطلبات انا بغيت خدمتي حره شريفه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، السيد اللي كان داز معنا عبر المباشر الموقع معكم، اللي كان قال بان خدا شهرين وما خداش الشهر الثالث اللي كان خدام فيه، بعد يعني اتصلوا به وعطاو الشهر ديالو، يعني فرحان وتقدى وجا لهنا باش يطلع في هذا المباشر ويصرح بانه خدا المستحقات ديالو. بعد ما دزتي معنا في المباشر باش توصلتي. السلام عليكم. انا ملي كنت ضايع في واحد الشهر وشكيت دابا معكم تي في، والسي يونس قدم لي المعلومات. ايوا ودابا بغيت عطاوك الشهر، عطاوني رزقي. كانوا كيصيفطوني اسبيس شويه، مشيت عندهم بقاو تعطوني كاش. واش شافوك شافوك معنا؟ قالوا لك شناك وعطاك الشهر ديالك، يعني هذاك الفيديو عاونك؟ شافوا الدراري صحابي ووصلوا لهم الهضره، قالوا بان تعطي في المباشر. مو قال لهم شي غتشوهونا وكذا. يعني انت ما تتسالهمش؟ لا دابا ما بقيتش نسالهم. الناس الله يخلف عليهم. الله يخلف يعني قول لهم شكرا، الله يخلف عليكم. الله يشك... شكرا. باش ما تكونش باش ما نكونوش حتى حنا يعني شافوك في المباشر واتصلوا بك وعطاك الشهر يعني شكرهم. كاين كنشكرهم. ما عندي يعني معهم، ما عندي معهم حتى حاجه، ما يعني عطوك المستحق صافي. اوكي واخا الله يجازيهم بالخير. اشنو هي المتطلبات ديالك دابا اللي بغيتي انت ديرها دابا؟ المتطلبات انا بغيت خدمتي حره شريفه، نطور القهوه. بغيت السلطات يميكوا علينا شويه، خليون الناس تدري واش تا هي عايش. كيفاش القهوه؟ كانوا داو لي واحد الدوزان من قبل، كاين كاين الدوزان. شنو كان في الدوزان؟ القهوه الدوليه. ومشيت بغيت نرجع، راه حكيت هذاك الشيء كي بغيت نرجعها، قالوا لي واش كتخلص الضريبه، واش انا غنخلص الضريبه عندي هذاك اباء متجول ما مشى يشوفوا الناس اللي عندهم المكازات وهذوك مهربين من الضرائب. ايوا هادشي ما خاصني نهضر فيه، خاصني يهضروا فيه هذوك النقابات وكنهضر على راسي و... ايوا يعني والله يصوب. تبيع في الشارع القهوه. انا بغيت ندور ونطور المشروع ديالي وميكوا عليا. يلاه انا يلاه بديت ندمج في المجتمع وباغي ندير ولي. والله يصوب في هذا. يعني بغيتي دير وليدات واسره؟ يعني يلاه باش. هذاك الشهر اللي انت خديتيه يعني خديتي الماتيريال هنا ديال القهوه. بغيتي تبقى تبيع خديتي المقراج؟ يا دابا خديت دوزان جديد ثاني. يعني قلتي لي خديت المقراج، خديت القهوه، يعني بغيتي تبقى تبيع بائع متجول. هكاك ونطور انت انايا و... وندمج في المجتمع. والله يصاوب لهاد في هاد البلاد. واخا كلمتك الاخيره؟ الكلمه الاخيره كنشكر الناس اللي تساعدوا بارطاجوا. يعني الناس اللي ساعدوا معنا، راه بارطاجوك الناس بزاف. ايه يعني الشكر للناس، الشكر للناس. وما خليش النمره زيرو، النمره تي 06 72 77. يعني بغيتي تخلي النمره ديك على حسب، لا بغيتي تخدم شي عساس وتخدم الا كانت شي خدمه شريفه وبالقوانين مرحبا. شكرا.